مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم فيما كنت في برنامج نسولو الناس. سؤال اليوم موجه للمغاربة عن تأخير تشكيل الحكومة اللي تكلف بها عبد الإله بن كيران يوم 10 أكتوبر الماضي، وإلى يومنا هذا التأخير متواصل. نسولو الناس عن رأيهم في هذا التأخير ونرجع لكم. ماشي معقول التأخر نظري، كان كما قال سيدنا با بوندغ لي زيليكسيون كوم كيما سما هو كعكة الطاق تاع نقسموها مع بعضنا بقدر ما نشوفوا الاقل نتفقوا على واحد البرنامج، ماشي شحال تعطيني المحاكمه ولا شحال تعطيني كذا. اعتقد هذا هو النقاش خصو يمشي في هذا الاتجاه. وهي ما كان على هذا الحساب بلا حكومه، المسائل كتمشي بلا حكومه، اي مشاكل اذا بلا حكومه. هذه كلها ممارسات كتبين على ان عندنا بعدا واحد ضعف من حيث التكوين السياسي ديال القاده ديال الاحزاب، ماشي كلهم ولكن القاده، معظم القاده ديال الاحزاب عندهم واحد الضعف، واحد النقص في التكوين السياسي وفي التدبير ديال الازمات. دستوريا ما يمكنش تعيش من غير حكومه. صراحه ما بانش لي الفرق. هاي 50 يوم كاين اللي باقي ما جايبش الاخبار، راه باقي ما تشكلاتش حكومه. ماشي في صالح المواطن. دابا هما كيتجمعوا سميتو الاحزاب، كل مره هو دار تحالف مع هذا، لا اتفق مع هذا، دار ما اتفق مع هذا، باغي هذه، ودابا بحال الا تخلي لي هذه ونخلي لك هذه واعطيني هذه باش ناخذ هذه باش ندخل معاك. هادشي ماشي في صالحنا حنا، ماشي في صالح المواطن. دابا المصالح ديال المواطن كما قال السيد راه معطله. دابا كتمشي دابا تقضي شي اداره، راه ما كاينش دابا شي وزراء اللي ما بقاتش الصلاحيه ديالهم، حيت ملي كتطلع للبرلمان ما بقاش عندك صلاحيه تكون وزير. رئيس الحكومه مع البرلمانيين الاخرين خص يكون واحد الانسجام مضبوط بالنسبه لهاد الناس هادو، خص تكون اتفاقيه ويكون جلسات يستافدوا منها كلهم من الاخطاء القديمه. تاخير هذه الحكومه هو راجع للاحزاب التي زارها رئيس الحكومه من اجل تشكيل الحكومه، الا ان هذه الاحزاب أرغبت أن تأخذ الغنيمة ليست في خدمة المواطن ولا خدمة في الصالح العام. لذا نحن نوجه دائما، نقول نوجه لكل الأحزاب السياسية سواء المعارضة أو التي تريد الدخول في الحكومة، نوجه لها خدمة لهذا الوطن، خدمة الوطن. نلتمس منكم أنكم تتشكلون هذه الحكومة في أقرب وقت لأن الوقت ضيق، وكذلك نطلب من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأن يبادر أن يوجه من خطابه الذي وجهه سابقا للأحزاب أن يلتزموا بالحيطة والحذر وأخذ بعين الاعتبار المواطن. أنا كنشوف أن هذا الظرف ما نقدروش نحكموا عليه، إذا المسؤولية كيتحملها هما. حنا كمواطنين كنتسناو انتظار هذا. الى 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 شفتي ناقشتي مع السيد رئيس الحكومه غادي يشوف هو بلي راه ظروفه خصو يراعي الظروف ديال كل حزب. هي شويه دايره ثقيله شويه، خاص واحد ولكن جات مع الظروف ديال كوب 22، كاين الزياره ديال صاحب الجلاله للدول ديال افريقيا. هذه كلها عوامل جعلت ان تاخير الحكومه يكون بهذا التاخير. هذا تاخير تكوين الحكومات واحد الظاهره اللي كاينه في جميع الدول، وبالخصوص في هذه العلفيات اللي كاينه دابا، بانه كتكون يعني ما نعرفش كيفاش غادي نقولها لك، وانما التاخير هو في خير، التاخير في خير. غير نتمناو انه تكون حكومه اللي تصلح الصالح العام وتخدم كما بغى المواطن المغربي والحكومه الكبيره. مشاهدينا رجعنا لكم بعد ما سمعنا اراء الناس اللي كانت كتقول ماشي مشكل، المهم يكون من بعد التاخير كاين الخير، وكاين بعض الناس اللي كتشوف انه هذا مبرر ما خاصوش يكون ويجب على تشكيل الحكومه يكون بسرعه. نشوفكم في سؤال جديد ودمتم بخير وفي امان الله.